كرانشي يامي. ما في أطيب من الفجل. أوكي أوكي، الجزر أطيب، والسبانيخ، الركا، النعناع، والبروكولي. يامي كرانشي، أنا شهيتني. شفتي يا جوال، شي كتير طيب. طيب كرانشي، لازم نذكرك بشغلة كتير مهمة. مثل ما احنا منقول درايف سمارت، كمان لازم نقول إيت سمارت. أنا I eat smart. كل هالأكل فيه فيتامينات ومعادن وأملاح ومغنيسيوم، وكله بيزيد الذكاء. فهمت النكتة؟ مهضوم كرانشي، أنا اليوم عندي نصيحة واحدة ووحيدة لليوم بهالفقرة درايف سمارت، وهي باكل أب. أنتو إذا كنتم ما بقى بعمر بتستعملوا الكار سيت وصرتوا قادرين تقعدوا بالسيارة لحالكم، ما تنسوا أبداً حزام الأمان. ولازم كمان تذكروا أهلكم بضروري وضع حزام الأمان، وانتبهوا منيح إنه حزام الأمان هو مخصص لشخص واحد، يعني ما لازم نتشاركه مع شخص ثاني، وإلا ببطل حزام أمان وبصير خطر كتير كبير. وأهم شيء نتذكر إنه نحن VIP، يعني very important person. وين منقعد؟ قدام أو ورا؟ أكيد منقعد وين؟ ورا. يلا باي جوال. ولوين كرانشي؟ انطرني انطرني، بدي غني أنا وياك. يلا تعال.